الحقيقة وزارة الدفاع يعني بحاجة إلى دعم من البرلمان، دعم من الحكومة أن يتخصص لها مبالغ. يعني حسب يعني أحد البحوث اللي أجريناها مع كثير من الأخوة القادة المتقاعدين واللي مهتمين بهذا الشأن، وزارة الدفاع تحتاج فقط للتسليح لمدة 10 سنوات ما يقارب في كل سنة 20 مليار دولار حتى نبني قوة، يعني إذا كانت قوات برية أو جوية أو دفاع جوي أو أسلحة ساندة أخرى ووسائل يحتاجها الجيش. هذا المبلغ يعني غير موجود، يعني هم الآن وزارة الدفاع ما تأخذ أكثر من 1 مليار دولار يمكن في قضية التسليح، بينما إحنا نحتاج 20، نحتاج 20 مليار دولار في كل سنة. إحنا لو نرجع إلى دول الجوار اللي هي دول الاهتمام 6 المحيطة بالعراق، التخصيصات اللي تصل يعني مثلا العربية السعودية بعض التخصيصات وصلت إلى 40 أو 50 مليار بالسنة يعني على احتياجاتهم، وصرفوا خلال 10 سنوات بحدود يعني ما يقارب أكثر من 900 مليار دولار فقط السعودية. تركيا ميزانيتها حسب الاحتياج، هي تخصص ميزانية لوزارة الدفاع نعم، ولكن أيضا تجري بعض التعديلات في كل سنة على ميزانيتها، ومع أنه هي دولة متقدمة في الصناعة العسكرية.